ها هي رابطة العشائر العراقية للتفاوض وحل النزاعات تطفئ شمعتها التاسعة بمناسبة تأسيسها. الحاضرون في الاحتفالية جددوا التزامهم بالمقررات التي وضعت أثناء تأسيس الرابطة في عام 2013، منها حل الخلافات بالتفاوض وليس بالنزاع. تأسست هاي الرابطة عام 2013 بدعم والتوجه من السيد محمد الجابري رئيس الرابطة، واتجهنا احنا والاخوان مؤسسي الرابطة واجتمعنا في بيته وقررنا ان نبدأ من اجل العراق ووحدة العراق وسلامة العراق. هذه الرابطة الموقرة ولها بصمة كبيرة في حل النزاعات، وهي تمتد نراها بالتواصل الاجتماعي تمتد في جميع أنحاء العراق. شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف القوميات والمذاهب والمحافظات جددوا التزامهم بخفض العنف العشائري والاتجاه نحو توحيد المجتمع وسلامته عن طريق الحوار وليس بالتهديد والسلاح. هذه الرابطة اللي آلت على نفسها أن تحل نزاعات بين المواطنين وبين الطوائف، وتدعو إلى المجتمع السلمي، وتحافظ على سلامة المجتمع، وإن شاء الله نبقى بهذا الصريح ونبقى بهذا الإنجاز. نشر ثقافة التفاوض الهادئ وإشاعة روح التسامح، نشر ثقافة السلم المجتمعي، نبذ العنف بكل أنواعه، ونبذ الفرقة والتميز. قيادة عمليات بغداد طالبت على لسان ممثليها أن تساهم الرابطة بنشر ثقافات الوحدة الإنسانية والوطنية بين أفراد المجتمع واحترام القانون وسيادة القانون وعدم الانجرار وراء منابع العنف بكل أنواعه، لمساعدة الحكومة والجهات الأمنية في حفظ الأمن. إيصال رسالة إلى ضرورة التواصل الشيوخ العشائر والوجهاء بالحفاظ على السلم المجتمعي من خلال حل النزاعات باللجوء إلى القانون، وكذلك اللجوء إلى العقل والحكمة دون إيذاء المواطنين، وكذلك التأثير على السلم المجتمعي في العاصمة بغداد. وقد انخفضت معدلات النزاعات العشائرية المسلحة خصوصا في بغداد بسبب مساعي الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي أضرت بالمجتمع كثيرا وأضعفت سطوة القانون وسيادته، لكن سرعان ما أصبح القانون له الكلمة العليا في فض النزاعات، حتى بات من يحمل السلاح أثناء نزاع مهدد بالإدانة وفق المادة 4 إرهاب. من العاصمة بغداد، أحمد فيلي، زاغروس تيفي.